السلام عليكم، هشام من عينيها، ولد من الدوار جديد زيادة وخلوق، ولد الدوار جديد مأصل من النهار الأولاني. أخوتي هذا المشروع ما استفدنا فيه ما والو. السيد رد لنا حانوت ديال المرأة ومحصية بحانوتها بكل شيء، بالمسائل ديالها بكل شيء، بالخبرات ديالها بكل شيء. وهاد السيد ضيعنا، راه 4 سنين أنا عم ريح، المرأة مريضة، المرأة زادت شافتها تعيات ومشات لدارهم. انا ما بغيت نقد على مشاكل لا والو. شي جاوا لي واحد النهار داوني اعتقلوني، ردوني عاوتاني. هاد الناس كيقولوا حنا غنعطيوك ديالك، حنا غنعطيوك ديالك. بداو معايا من النهار الاولاني، من النهار اللي بدات القرعه، وما كيقول لك غدا غدا نعيطوا لك، غدا نعيطوا لك، غدا نعيطوا لك. عندي كل شيء. النهار شحال من عام انت في السوق الصالح؟ وانا زياده وخلوق انا في السوق الصالح. هنا راه اللي سولتي قلت لي ولد بن عيسى، يقول لك راهو اللي سول. كان عندي محلات، حنا راه ما بعت محلات، ما شريت محلات، كل شيء المخير هنايا بيع جوج ثلاثة. هنا باقي في البقعة، باقي ما مجيناش المشروع. أما أنا ما بيع لا زنقة، ما بيع لا شارع، ما بيع والو. أنا بيع وزناقة، بيع الشوارع، وما هضرنا ما والو. أنا ولد البلاد، أنا نوريه الدوار منين كان، منين جاي، من راس للراس حتى اليوم. أنا هذا نوريه فين كان البلاصة، أي واحد بلاصتو. حنا الزيادة راه شناها. بنادم اللي عنده حانوت ولا عنده ربعة، اللي عنده جوج ولا عنده ثمانية، حنا ما تابعين حتى واحد. حنا كنقولوا منهم أعطينا على رزقنا. جا نهار الاولى مشينا عندهم للعماله، اتفقوا معنا صافي نقادوا معاكم. ثقنا في القيد، جا لاغد كيطيحنا بتراكسات مركز هذا القيد. لا لا صافي، مشينا عاوتاني المحل، درناه في السماره عاوتاني في الطريق، جا طيحوا عاوتاني بتراكسات. ملي كنمشيو عنده كيقول لك صبر صبر. حتى وليت انا كنمشي عند القيد، مقود لك اللي نمشي عنده، ولا كنمشي عنده كيديماري كيهرب. ملي وليت انا غنتفرقع عليك. ودابا راه قهرنا هذا السيد، بغينا غير نشوفوا لنا شي حل. شنو هو الحل؟ كندير انا بيع وشراء، انا بيع وشراء تاجر. اي حاجه اللي جات، اي حاجه نبيع وشري فيها. ردوني حداد، قلنا ماشي مشكل. عطاونا حانوت قصير، قلنا ماشي مشكل. عطينا ديال المراه، المراه واش حانوت بعيد على الاخر. انا بعيد على الاخر، ما عندوش حجومه بنادم يسمح فيه. انا اليوم المراه حتى هي عندها المحل. عندها المحل، كلشي مقاد بالخبرات ديالهم، كلشي هنا باش كانوا هنا مصايبين الخبره. صيفطونا للمحكمه، صيفطونا للمحامين، جميع درنا لهم محاميات، اتفقت معاهم في الاخر. ولينا حنا قالت لي اسدينا الدوسي. قلت لها ما تسدوش الدوسي، حنا باقي معاكم وباقي عند الملف الان. دابا حنا كنطالبوا من جلاله الملك الله يشوف من حالنا. حنا راه الحاله مقا فينا ما يتشاف، راه حالتنا مقا فيها ما يتشاف. راه كرفصنا هذا القيد، راه ما بغيناش نقولوا هذا وهذا. عندنا ارقام خياليه، ارقام كاينين في السوق خياليه، لو وريتهم لك راه لا اله الا الله. وعندنا حوانت بلاد ما كانش عنده، ولا عنده بلاد ما كان عنده، ما عندوش بلاصه ولا عنده. وحنا ما قلناش مال هذاك. انا باقي حاليا ما قلت حتى واحد شكون هذا وشكون هذاك. اما انا عارف دابا انا تباع ب 54 مليون مع 53 مليون، هي 107. انا قال لي تباعت 100، ما فهمتش بقاش انا ما قلت حتى حاجه. باقي حاليا ما خرجت حتى حاجه، شي موضوع لا ينضرهم، ما ضر حتى شي واحد. انا حاجه وحده اللي بغيت نشوف، فكنا كاين حنا الناس شحال من واحد واكل العصا. تواصلت مع السلطات، بقى لنا نطيحوا ما نعرف. اي واحد اللي متصلين حطينا ليه، راه عندنا اوراقه. شوف الشكايات، شو قلتي؟ الشكايات كنطلبها حقي، كنطلبها حق المراه. المراه دايره وكاله، المراه اللي ودرت وكاله عندهم في المقاطعه. انا ما بغيتش نتجرى معاهم مشاكل، غادي معاهم بلاتي احسن. كما قال لي القايد غادي بلاتي احسن. دابا وليت منين كنوصل عند القايد كيهرب عليا. علاش نهار الاولى نشاد بلاتي كورونا، بلاتي يدخل العميل، بلاتي راه شاد كونجي، بلاتي انا شاد كونجي. وبزاف السيد راه ما خلى فيا والو. فخرنا كيجي يطيح ليا بتراكسات، بتراكسات. انا هذا بالي حاليا كيطيحنا حنا شحال من واحد. واحد السيد راه هو ماشي نقول لك، راه لا يرسل له دابا حتى هو النهار يجي يقول لك، ما يقول لكم شي حاجه اخرى. راه عنده لابيل ديال النهار الاولاني اللي كان هنا. هذيك النهار الاولاني اللي كان هنا كله عنده، عنده الاحصاء من النهار الاولاني عندنا. وما بغيناش نتابعوا، ما بغيناش نقولوا ليه المبرر اللي كان. هو السيد باقي كيتجرجر فينا. راه السيد ماشي نقول لك، ماشي جا في الفلوس، جا في واد ديال الفلوس، واد ديال الفلوس. هذاك النهار جينا حنا للمشروع، لقينا الماكل الماكانات كاينين، كل شيء بخير. دابا كيقول لا الماكل ما كانوش، خلصهم الماكل. انا دخلت عليهم لقيت الماكل، ماشي مشكل. طحنونا، ماشي فهمت المشاهد. مشكل عندك الحانوت المرا ولا الحانوت ديال المراه؟ هذا الحانوت ديال المراه هو اللي عندي فيه المشكل. هذا ما بغاش يعطيه ليها. محصيه مقادم صايبه، منين مشيت عنده قال لك واش نطلقها؟ قلت لي ياه، حطلق هي والدي. انا با نطلقوا على امي باش يعطيها الاستفاده. با مات، امي بغات تبقى تطلقها ليومين. هذا عندنا كل شيء. انا صيفطوني للحبس باش المراه ما تبرباش. وكاكو بقيت نضحي معاهم حتى وقفت. وكاكو
حانوت وقفت هنا وقفت في سماره قال لك صبر صبر انا نعطيك ديالك حتى اليوم هنا دابا باقي هكا انا ما كنطلبش منهم شي حاجه اللي نقول لهم راه عندي بزاف عندنا بزاف خروقات ديال هنا عندنا ارقام اللي الخروقات هنا بزاف عندنا ولكن احنا ما كنقولش باقي انا باقي ما خرجناش مع المشاكل باقي ما وحطيناش ليه النقاط خروقات بحالاش كاينين تلاعب كاين تلاعب في هذا المشروع صاحبي راه كاين تلاعب من الاول حتى الاخر عنده اللي بزاف الخروقات خروقات شنو خروقات خروقات ما حوانت قبل منين جاي من الجبل على من الله منين جاي خلينا نبقاو نجبدوا الاسماء عندهم ما عندهمش هنا ما كانوش كاع في الدوار ما كانوش ما حسوا ما كاينش قول لي فين كنتي انت رانا قلبوا لنا رانا جار وزاره رانا جارك ونتمو غادي يلا جبنا شي واحد راجل ها نحطوا ليه شي وثائق شي القايد حماق شي اللي حطيت ليه هاد الوثائق ولا شي القايد نحمقوا وصوره وصوت صوره وصوت واش بالما كيقول لك صوره وصوت بعنا السيد دار لي رزقي بصوره وصوت ها هي قدامه شنو بغى وباقي ما بغاش نشوهو بغاش تشوه راه انا من دابا شتي دابا هي الكلمه اللي نقول لك من دابا الخروقات كلمه الخروقات اي حاجه نجبدها دابا من دابا انا كلشي الخروقات راه كاين تلاعبات في المشروع راه كاين البلاد ما عندوش وكاين بلاد ما كان عنده واحد ولا عنده 12 وكاين بلاد ما كان عنده واحد ولا عنده 10 اما ارقام اللي لا يرسل العيالات ما علم الله منين جايين كلهم منين جايه كاينين عيالات برجالات مواخذين قلنا ماشي مشكل حنا عندنا عيالات اه حنا نتبعوا هذه الطريقه ديال العيالات اللي عندهم برجالاتهم وهذا السيد ما بغاش يعيط لنا كيقول قبل لا تستنى القرعه حنا نديروها داروها ولاو كيديروا قرعه سكريه مخبيه بقاش كيقول القرعه كاينه غدا ولا كيديروها مخبيه هذاك الشيء حسي مستوي علاش اش حنا بغينا نطلبوا غير رزقنا ما كنطلبوش شي حاجه عطيها لنا من جيبو وهذا الشيء نهار الاول الفتيش ونهار الفتيش عندنا الكروكيات ديال الدوار كله عندنا جميع الارقام اللي بغا هو السيد ما بغاش هذاك ما تخرج الاعلامي شنو المطالب ديالو المطالب ديالي انا بغيت يعطينا غير رزقي شو حالك ولات كنت كنوزن 82 دابا ولي كنرجع 54 اما اربع سنين ما كنخدم ما كنردم ها هما شنو خصك تجي راسك قفز عاودي لي داك هو هذاك نهار اخي عيط ما نصبر ما حتى واحد ما اتصل بينا عين من كتبوا شي واحد ما عيط علينا الداخليه وسيط هذاك الوالي شحال عندنا مورق عليه والو ما عمرو عيط علينا جا يسول لينا شنو دارنا وراه شفت التعيير قلت شنو نوصلها مشيت وصل داوني راه جاو صايبت لي وراه اللي درت راه شتو راه انا صافي درت قفز التعيير شهر وانا خدام في القفز صايبت واحد خرجتو قفت وقف ما قلت طالب عيال رزقي ما طالب حتى حاجه حقه ما حقه دخلت الولد اخا ندخل الولد امو مشات امو راه مشات لدارهم راه خلات لي جوج الاولاد انا كنتعاقر معاهم واحد خليته في الحانوت راه جاو داو راه القفز داو زعما كان جاو عرضوا ليا راه داو عبروه الكيلو ما خصوش تعتقل هذاك القفز راهم مصيفطيني للحبس قال لك انا صيفطوه للحبس راه صيفطوني ضربت عارف 48 ساعه كان ماشي مشكله مشينا بدينا العواشر معاهم قال لك خوف من الله وعاش المالي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.